السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع خوتي الكثير. نشروا هذه التشكيله الحقيقه انا رحت للموقع الرسمي ورحت ايضا للموقع يعني للموالف نجيب منهم التشكيلات الاساسيه والرسميه، ما لقيتش باللي مازالوا لقيتهم مازالوا ما نشروش، لكن هذه التشكيله اللي عم ناشرينها هو بقوه في الصفحات المغربيه. التشكيل الرسمي للمنتخب المغربي: منير كجوي، اشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم السيس، حكيم زياش، يوسف ملاح، زكريا أبو خلال، أسامة الإدريسي، عمران لوزة، ويوسف النصيري. اليوم أمام جنوب إفريقيا، المباراة راح تلعب على الساعة 4 بتوقيت الجزائر، 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت مكة. هذه المباراة، تعطونا توقعكم في المباراة يا أخوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.